أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين ندخل اعتبارا من هذه الليلة في مبحث جديد قد يكون غير مطروق على الملأ العام أو في وسائل الإعلام الإسلامية على هذا النحو. هذا المبحث يتعلق بالجواب على تساؤل يقول: هل نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله ميت أم لا؟ لا يخفى عليكم أيها الإخوة أن الشعار الذي رفعه الإنقلابيون بزعامة الطاغية الأول أبي بكر ابن أبي قحافة بعد وقوع شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان الشعار المرفوع عليكم السلام ورحمة الله كان الشعار المرفوع هو أنه قد مات محمد صلى الله عليه وآله. هذا شعار قيل في الأيام الأولى ونجده على لسان الطاغية الأول في مصادر أهل الخلاف المعتبر. من بين تلك المصادر صحيح البخاري، رقم الحديث هناك 3418 بسنده عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله أن رسول الله صلى الله عليه وآله مات وأبو بكر بالسنح، أي في أعالي المدينة المنورة في الأطراف العلوية أو الشمالية من المدينة المنورة، منطقة يقال لها السنح. تمضي الرواية فتقول عائشة: فلما تكلم أبو بكر جلس عمر. كنا قد فصلنا في سلسلة محاضرات كيف زيف الإسلام أن عمر كان في داخل المدينة المنورة لما استشهد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أما أبو بكر فكان غائبا عند زوجه في السنح، وخشي عمر انتقالا سلسا للسلطة والحكم إلى ولي العهد الشرعي أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فأحدث لغضا كبيرا في الأجواء أن النبي ما مات وإنما غاب كما غاب موسى بن عمران عليهما السلام، وأنه سيأتي وليقطعن أيدي رجال وأرجلهم أرجفوا بموته، وأشهر سيفه وبدأ يتوعد ويهدد حتى يحدث حالة من الإرباك في الأجواء الإسلامية يعرقل بها الانتقال إلى
انتقال السلطة إلى النبي إلى ولي العهد الشرعي أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه كان يحتاج إلى مزيد من الوقت يسمح برجوع أبي بكر ابن أبي قحافة إلى المدينة المنورة، ومن ثم ترتيب عملية الانقلاب التي تمخض عنها ما تمخض في سقيفة بني ساعدة من انتزاع السلطة من الخليفة الشرعي وتنصيب أبي بكر حاكما. فلذلك أرسل عمر إلى أبي بكر في السنح أن تعال عاجلا، فإن الرسول صلى الله عليه وآله قد مات، وحتى يؤخر الانتقال السلس للسلطة لأمير المؤمنين عليه السلام، فإنه أطلق هذه الإشاعة وأحدث هذا اللغط والضوضاء أن النبي ما توفي وإنما هو مجرد غائب، إلى أن أقبل أبو بكر. لما وصل أبو بكر إلى المسجد وشاهده عمر، هدأ عمر وجلس. لاحظوا رواية عائشة في البخاري تقول: فلما تكلم أبو بكر جلس عمر. طوال الفترة السابقة كان يتكلم آخرون، كانوا يقولون النبي بالفعل مات، فلماذا تنكر أنت؟ وكان يشهر سيفه ويعني يصرخ ويهدد إلى آخره، ولكن بمجرد ما جاء أبو بكر وتكلم عمر جلس. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه. يعني أبو بكر قام حتى يقول كلمة في وسط هذا المحفل، في وسط هؤلاء المسلمين الذين اجتمعوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك اليوم العصيب. أين أمير المؤمنين عليه السلام في هذه اللحظات؟ كان مشغولا بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك أهل البيت الطاهرون عليهم السلام، والأبواب موصدة. فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ناهيك عن هذه اللغة الرخيصة التي استعملها الطاغية الأول، من كان يعبد محمدا، أكان أحد يعبد محمدا صلى الله عليه وآله؟ فماذا تقصد من وراء هذه الكلمة؟ ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، مات راح خلص، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتذكر رواياتهم بعد ذلك، روايات كثيرة، أنه عمر بمجرد ما سمع هذه الكلمة هدأ ويعني سلم بالأمر وقال بالفعل النبي صلى الله عليه وآله قد مات، خاصة لما استشهد أبو بكر بقوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. على أي حال، لا أريد أن أستغرق الآن في بيان تفصيل أنه لماذا عمر فعل هكذا، وماذا كانت غايته، وكيف كان الأمر مدبرا بليل. هذا أمر فصلناه في سلسلة محاضرات كيف زيف الإسلام، من أراد فليراجع. ولكن نقطة بحثي في هذه الليلة هي هذه فقط، شعار إن محمدا قد مات، هل كان يقصد من هذا الشعار مجرد التسليم بأن النبي صلى الله عليه وآله
قد ارتحل من الدنيا أم كانوا يقصدون شيئا آخر أيضا؟ ما كانوا يقصدون فقط قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وإنما كانوا يقصدون موت كل الآثار التي هي لرسول الله صلى الله عليه وآله، موت حقبة رسول الله، موت الامتداد لرسول الله، خلص رسول الله وحقبته وآثاره وأحكامه توقفت عند هذا الحد، توقفت عند هذا الحد. الآن عهد جديد، حقبة جديدة، دين جديد، مرحلة جديدة. هذا الذي كانوا يقصدونه. قد يقول قائل شيخنا لماذا تؤول العبارة هكذا؟ أقول لأنه لو لم تكن هذه العبارة الصادرة من أبي بكر تنطوي على هذا المعنى لما ردت الصديقة الزهراء صلوات الله عليها عليه في هذا الشأن في خطبتها الاحتجاجية ضده في المسجد النبوي الشريف. قلت دع عنك اللغة الهابطة لأبي بكر، من كان يعبد محمدا وكأنه كان أحد يعبد محمدا، يعني يريد أن يوحي للناس أنه لماذا تغالون في النبي صلى الله عليه وآله، كافي بعد، شنو أنتم تعبدونه بعد، خليه يروح مات. ناهيك عن قلة أدبه في التعبير عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يقول محمد، ألا ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، لا يقول رسول الله، لا يقول خاتم الأنبياء، لا يقول المصطفى صلى الله عليه وآله، هالشكل محمد عادي يعني، فإن محمدا قد مات. وهذا فيه نوع من سوء الأدب تجاه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فإن المسلم خصوصا في مثل هذه المقامات حيث الفاجعة العظمى يجل رسول الله بذكر لقبه، ولا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، ينبغي أن تصفه بوصفه، تقول رسول الله، إحنا لما نذكر الأحاديث وما أشبه ما نقول قال محمد هالشكل، نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي، يعني حتى ما قال ألا من كان يعبد النبي فإن النبي قد مات، لا محمد بس خلص، محمد حاف كما يقولون هالشكل. دع عنك كل هذا، الإشكال في كلمة أبي بكر أنه يعلن موت النبي وموت عهده، مات راح مرحلة جديدة. ولذلك ترد عليه الزهراء عليه الصلاة والسلام في خطبتها الاحتجاجية ضده، والتي تسمى بالخطبة الفدكية. هذه الخطبة كما تعلمون مستفيضة في المصادر، ولها أسناد عدة، ورويت عن طريق الخاصة والعامة على السواء، هذه بعض مصادرها فقط ننبه عليها قبل أن نذكر المقطع الذي ترد فيه الزهراء عليه السلام على أبي بكر في هذا الشأن. هذه الخطبة رواها كل من أبو بكر الجوهري، هو من علماء أهل الخلاف، في كتابه السقيفة وفدك بأسناده التي تنتهي إلى زينب بنت علي صلوات الله عليهما، ومحمد بن علي الباقر عليهما السلام، وعبد الله بن الحسن. أيضا رواها ابن طيفور في بلاغات النساء بسنده عن زينب بنت علي صلوات الله عليهما.
أيضا رواها ابن أبي الحديد عن المرزباني بسنده عن عروة بن الزبير عن عائشة لعنها الله، حتى عائشة تروي هذه الخطبة للعلم. رواها أيضا، هؤلاء كانوا جمعا من أهل الخلاف، رواها من الخاصة أي من أهل الإسلام الصدوق في علل الشرائع بسنده عن الحوراء زينب صلوات الله عليها، كذلك رواها الإربلي في كشف الغمة عن الجوهري بسنده، رواها السيد ابن طاووس في الطرائف عن صاحب كتاب الفائق ابن شفروة عن الحافظ البكري ابن مردويه بسنده، أيضا رواها المسعودي في مروج الذهب، وأشار إليها أيضا ابن الأثير وهو من كبار أعلام أهل الخلاف في كتابه الشهير كتاب النهاية، النهاية في دراية الحديث. العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في بحاره عدد بعضا من أسناد هذه الخطبة الشريفة، ثم قال: اعلم أن هذه الخطبة من الخطب المشهورة التي روتها الخاصة والعامة بأسانيد متضافرة، وإنما أوردت الأسانيد هاهنا ليعلم أنه رويت هذه الخطبة بأسانيد جمة، بأسانيد كثيرة. زين، أبو بكر يقول، هذا في اليوم الأول من استشهاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. الزهراء عليه السلام بعدها بأيام ترد عليه في خطبتها فتقول: أتقولون مات محمد صلى الله عليه وآله؟ أتقولون مات محمد صلى الله عليه وآله؟ فخطب جليل استوسع وهيه، يعني شقه استوسع هذا الخطب، واستنهر فتقه. الفتق معروف، وإذا فتق شيء فإنه ما كان هذا الشيء متجمعا فإنه ماذا؟ ينهار، يستنهر، يصير مثل نهر جاري. فاستنهر فتقه، يعني المصائب توالت، صارت مثل النهر، مثل الشلال مشت. واستنهر فتقه وانفتق رتقه. الرتق الترقيع، لما نرقع شيء معين، هذا أيضا ماذا؟ انفتق. وأظلمت الأرض لغيبته، وكسفت النجوم لمصيبته. وبالفعل هذا حصل للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. وأكدت الآمال، يعني حبست الآمال، آمال كثيرة كانت للناس، لكن النبي صلى الله عليه وآله استشهد، فكثير من هذه الآمال ماذا؟ ذهبت، لأنه هذه هي الرحمة التي كانت تستهبط تلك الآمال من الله تبارك وتعالى، تستهبط الرحمة من الله تبارك وتعالى. وأكدت الآمال وخشعت الجبال وأضيع الحريم وأزيلت الحرمة عند مماته. أزالوا حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله عند مماته، والمواقف كثيرة وتعرفونها. حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله أزيلت يوم قال قائلهم: إن الرجل ليهجر. ويوم تركوه ولم يصلوا عليه وكانوا يتشاغلون في دنياهم في سقيفة بني ساعدة. ويوم ضربت المساحي عند رأسه الشريف، وحين استولي على حجرته الشريفة، وحين استولي على منبره، وحين استولي على خلافته من بعده. ثم فاجعة الفجائع أن هذا البيت الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله في كل يوم
يأتيه طارقا الباب أو واقفا مستأذنا قائلا الصلاة الصلاة يرحمكم الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بمثل هذا الإجلال كان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يجل هذا البيت لا يدخله إلا باستئذان، وهو من هو؟ وهو سيد هذا البيت ومن فيه، هو نفس هذا البيت الذي يأتونه حاملين النار ليحرقوه على من فيه ويقتحمونه. هنا أزيلت حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله، هنا أزيلت. تقول الزهراء عليه السلام: وأزيلت الحرمة عند مماته، فتلك والله النازلة الكبرى والمصيبة العظمى، لا مثلها نازلة ولا بائقة عاجلة. شاهدنا هو هذا، حين تقول الزهراء عليه السلام: أتقولون مات محمد صلى الله عليه وآله؟ أنت يا أبو بكر، أنت اللي معاك تزعمون إن محمدا قد مات راح. خو الزهراء، ماذا تنكر هنا؟ تعلمون الجواب هنا محذوف بلاغيا، الجواب محذوف، معناه ماذا؟ أتقولون مات محمد؟ كلا، لم يمت محمد صلى الله عليه وآله. طيب شلون؟ كيف الزهراء تنفي موت النبي وهي في نفس الخطبة في نفس المقطع تقول: وأزيلت الحرمة عند مماته؟ تناقض هذا، هل هو من التناقض؟ كلا. الزهراء صلوات الله عليها لا تنفي الموت الطبيعي الذي هو على التحقيق موت الظهور الدنيوي لرسول الله صلى الله عليه وآله، ظهوره الدنيوي لنا يموت، لا يظهر بشخصه ببدنه كما كان، ولكنه حي حاضر، وإن لم نكن نراه أو نرى شخصه لكنه حي. إذا كان الله تعالى يقول في كتابه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فمن باب أولى يكون نبينا صلى الله عليه وآله ماذا؟ حيا، خاصة أنه قتل في سبيل الله كما تبين لكم في الليالي الماضية. قتل أم لم يقتل؟ قتل في سبيل الله، فهو حي لا شك، مرزوق لا شك. الزهراء عليها السلام ردت على الطاغية الأول حين أوحى بأن النبي قد مات كلية بما في ذلك حقبته وعهده، انتهى، هذا عهد قد ولى وراح. ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، راح. ما كان يقصد مجرد تثبيت حقيقة أنه النبي صلى الله عليه وآله قد مات ببدنه الموت الطبيعي الذي يحكيه الله عز وجل في قوله: إنك ميت وإنهم ميتون، وهذا لا خلاف عليه. لا، كان يقصد شيئا آخر، وإلا لما ردت عليه الزهراء. كان يقصد موت الحقبة، أنه من الآن نحن لنا أن نتصرف كما نشاء، إحنا لنا الآن أن نؤسس لنسخة جديدة من الإسلام، وهذا الذي صنعوه بالفعل، نسخة جديدة new version عن الإسلام، فعدلوا فيه غيروا فيه. طيب، ما هي نظرتكم للنبي صلى الله عليه وآله؟ هذا كان مجرد ساعي بريد، هذه كانت نظرتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا النظرة التي كانوا يشيعونها أمام الناس، وإلا في بواطنهم أصلا ما كانوا يؤمنون بأنه رسول أساسا، منافقون، ولكن لأنهم لا يتمكنون من مقاومة الجماهير
إذا ما أنكروا النبوة كلية فإنهم حجموا النبي صلى الله عليه وآله، صغروه إنجاز التعبير، وجعلوه مجرد ساعي بريد كان يوصل أوامر من الله فقط، بوستلمان مو أكثر من هذا، كان يوحى إليه وتوصل لبعض الأوامر، ولكن كان يجتهد في سائر الشؤون الأخرى، يعني في الحكم، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، كان مجرد مجتهد حال حالنا، بل إحنا أحسن من عنده. أنا عمر، أنا كم مرة رحت صلحت لأموره وعدلت كثير من الأمور اللي هو كان راح يورطنا بيها، كان راح يقبل الفداء من الأسارة، من أسارة بدر، أنا تدخلت وقلت له ونزل القرآن موافقا لرأيي، يعني أنا أفهم أحسن من عنده. كان ما يقبل أنه نساء يعني يحجبهن، وأنا كنت دائما أصر عليه، يعني أنا عمر بن الخطاب أقول له حجب نسائك حجب نسائك، ما يقبل، إلى أن نتيجة نزلت آية الحجاب موافقة لرأيي، يعني أنا أكثر فهما منه. كنت أقول له لا تصلي على المنافقين، هو هم يعاند يروح يصلي على المنافقين، فإحنا كنا نفهم أكثر، كان بإمكاننا أن نصحح له أخطاءه والعياذ بالله. ومع الأسف إلى الآن وقاحة الطائفة البكرية يعتقدون بذلك، يعتقدون نعم النبي كان يخطئ، حتى في الوحي كان يخطئ، حتى في الوحي كان يخطئ. عائشة تقول في صحاحهم كان ينسى آيات وكان يخطئ في آيات ويسمع آخرين فيقوم نفسه ويصوب نفسه. فخدشوا في شخصيته كثيرا صلى الله عليه وآله، ووضعوا ما وضعوا من الموضوعات، من الأحاديث الموضوعة التي تسيء إلى شخصيته وتصوره بالفعل شخصية غير سوية والعياذ بالله، وفتح هذا المجال لأعداء الإسلام لكي يطعنوا كما شاء في النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وفي دينه، في دين الإسلام العظيم، لأنهم ما أخذوا صفات النبي من أهل بيته، أخذوها من جماعة من المنافقين من أعدائه، هذا الذي صنعوا. طيب، إذن كان الذي يراد إيصاله هو هذا المفهوم من كلمة أبي بكر، إن محمدا قد مات، يعني خلص ذهب محمد وماتت مرحلته معه، دعونا نؤسس لمرحلة جديدة. هذه كانت عقيدة ظاهرة للقوم، لا عقيدة باطنة، لأن العقيدة الباطنة أنهم أصلا ما يؤمنون حتى بنبوته، لا، العقيدة الظاهرة كانت عندهم أنه النبي هذا في شأن الحكم، في شأن الملك، هذا مجرد ملك وملكه قد انصرف راح، فندوس عليه، ندوس عليه بأرجلنا، مو مهم. نقلت لكم ربما بالأمس أو الليلة التي قبلها الحادثة التي استشهدت بها أن الطاغية الثاني لعنه الله داس على كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وها أنا ذا آتيكم بمصدر ذلك والنص حتى تعرفون خصة هذا الإنسان وكيف كان يتعامل مع مقام النبوة. اقرأوا في تاريخ المدينة لابن شبة، هذا أحد كبار أعلام أهل الخلاف، في الجزء الأول الصفحة 316، قصة إسلام بني النمير، كيف أنه بنو النمير جاء وفدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله كتب لهم كتابا أمر فيه أحدهم وهو شريح بن الحارث النميري، جعله ماذا؟ أميرا عليهم أو واليا عليهم. تقول الرواية في قصة إسلام بني نمير، رواية طويلة نقتطع منها هذا، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أبى الله لبني نمير إلا خيرا، أبى الله لبني نمير إلا خيرا،
لأنهم أسلموا. ثم دعا شريحا. شريحا هذا هو من؟ شريح بن الحارث النميري. ثم دعا شريحا واستعمله على قومه، أي جعله عامله على قومه، نائبا عنه على قومه، وأمره أن يصدقهم ويزكيهم ويعمل فيهم بكتاب الله وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله، وكتب له كتابا بذلك، وختمه بختمه الشريف. راحت الأيام، إجت الأيام، وإذا بعمر بن الخطاب يصير ماذا؟ حاكما. فيأتي هذا الذي استعمله رسول الله بكتاب رسول الله حتى يراوي لعمر، باعتبار هذا صار خليفة النبي فيحترمني، يحترمني ويمضي على ما مضى عليه النبي صلى الله عليه وآله في استعمالي. النبي هكذا قرر. شوف خسة عمر. تقول الرواية: ولم يزل شريح عامل رسول الله صلى الله عليه وآله على قومه، فلما قام عمر، هو يقول رضي الله عنه، أتاه بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله. شريح أتى بكتاب رسول الله إلى عمر، فأخذه فوضعه تحت قدمه وقال: لا، ما هو إلا ملك انصرف. راح محمد قد مات وماتت معه مرحلته وملكه، راح وتحت قدمي أدوسه، أكو عليه ختم مكتوب عليه محمد رسول الله، أدوسه، أدوسه برجلي. مهم. وقلت لكم بالأمس، الآن إذا يأتينا شيء منسوب لرسول الله صلى الله عليه وآله، أي شيء ولو شعرة، شو نسوي بها؟ نجعلها فوق رؤوسنا، نقبلها ليلا ونهارا. شيء منسوب لرسول الله يحمل بركته، فكيف بكتاب مكتوب من قبله وختمه الشريف عليه؟ قد يقول قائل: عمر أراد أن يبين أنه له الحق، يعني القائل البكري، أنه له الحق أنه يعزل بعضا من الولاة الذين عينهم رسول الله وينصب آخرين، حقه، على فرض حقه، ليش يدوس على الكتاب؟ شنو يقصد؟ شنو هالحقد هذا؟ إذا لم يكن هذا حقدا على رسول الله صلى الله عليه وآله، فماذا يكون الحقد؟ يعني كان يكفيه أن يقول له: لا يا أخي، يرجع الكتاب إليه، ويقول: لا، هذا مثلا كان مقيد بزمان حياة النبي صلى الله عليه وآله، الآن لنا نحن أنه نؤسس لحكومة جديدة ونغير الولاة، فأنا أعزلك وخلي واحد آخر أستعمل على قومك شخصا آخر. بس لما يتعمد أن يأخذ هذا الكتاب ويدوسه برجله، إذن يقصد شيء آخر، يقصد أن يفرغ الحقد الذي في صدره على رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا الأسلوب. ما مضطر أنه يدوس على الكتاب، هذه إهانة. هذه ولا شك كتاب رسول الله صحيح. يبدأ بماذا كتاب رسول الله؟ أسألكم بالله أنتم جميعا، يبدأ بماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شلون يدوس على الاسم المقدس لفظ الجلالة؟ فيه اسم النبي صلى الله عليه وآله: من محمد رسول الله إلى بني النمير استعملت عليكم شريح بن الحارث النميري. مو هالشكل؟ شلون يدوس على الاسم المقدس لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ ولا شك في الكتاب من الأسماء المقدسة ومن الآيات مثلا، أصلا هو حديث النبي، حتى لو ما بي أي آية، هو حديث النبي مقدس. كان المحدثون حينما يحدثون بحديث النبي، حتى المحدثين البكريين، يتوضؤون، يتطيبون، يتبخرون، ويجلسون، ثم يحدثون، يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا، إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله.
فكيف بكتاب مكتوب من قبله وعليه خاتمه؟ إذا لم يكن هذا هو النفاق فأي شيء هو النفاق؟ المنافق شنو علاماته غير أنه تجد أنه بالفعل يكره النبي صلى الله عليه وآله وهكذا يهينه؟ إذا لم يكن هذا هو الكفر فأي شيء الكفر؟ عجبا لأمة تحترم مثل هذا الرجل وتصر على أنه ماذا؟ عادل، وتصر على أنه مؤمن، وتصر على أنه مبشر بالجنة. تضحكون الأمم عليكم؟ الرجل الذي يدوس على كتاب نبيكم ولا يحترمه بهذه الطريقة، تريدون من الأمم أن يصدقوا أنه كان من أصدق المصدقين بنبيكم والمخلصين له صلى الله عليه وآله؟ على أي حال، ما هو إلا ملك انصرف، ذهب راح. ولذلك بالفعل تجد أنهم كانوا يتمردون على أوامر رسول الله ونواهي رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يقيمون وزنا لمثل هذه الأوامر والنواهي. يعني لهم أن يتلاعبوا بالأحكام وبالشريعة وبالتصرفات المختلفة كما يشاءون. رسول الله أعطى فدك مثلا للزهراء عليه الصلاة والسلام، يجي أبو بكر يرتئي رأيا يقول لا أنا أشيلها من الزهراء، كيف؟ رسول الله يعين شريح بن الحارث النميري، يجي عمر يقول أنا لا غيره. رسول الله يحل المتعتين، متعة الحج ومتعة النساء إلى الأبد، يجي عمر ويغيرها، كيف حر. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، ما الشكل؟ والمسلمون سواسية كأسنان المشط، ما الشكل؟ الأحكام عليهم ماذا؟ متساوية. يجي عمر يغير يفصل يقول لا، العربي ينكح في العجم والعجمي لا ينكح في العرب. حكم هذا، إذا عجمي ما يصير يتزوج عربية، أما عربي يقدر يتزوج أعجمية. أحكام، يتلاعب بالأحكام كما يشاء، كيف؟ يجي هم عثمان من بعده، أمثلة كثيرة كما تعلمون. رسول الله صلى الله عليه وآله يصدر حكم على واحد اسمه الحكم ابن أبي العاص لعنه الله، يقول هذا مطرود، هذا ما يدخل مدينتي. زين، يجي عثمان يدخله، ماكو مشكلة، يؤوي إليه طريد رسول الله صلى الله عليه وآله اللي من نسله منه مروان بن الحكم. وشوف هؤلاء ماذا صنعوا بالفعل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو هم أكلها عثمان، هو هم قتل بسبب إيوائه لهذا وجعله وزيره الأول، رئيس وزراء كان مروان بن الحكم، رئيس الوزراء عندك. فيتلاعبون كما يشاءون. ولما يأتي شخص يعترض على عمر يقول له أنت تحكم الآن بحكم مخالف لحكم رسول الله، بكل بساطة يقول يعني شنو بيها، أنا زميل محمد صلى الله عليه وسلم، إحنا كنا الزملاء اثنين بالدراسة، ماكو فرق بيني وبينه، أنا أقدر أصحح كثير من الأشياء اللي هو تصرف بها. أرادت السلطة الانقلابية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لا أن تميته فقط كما فعلت إذ قتلته سما غيلة، وإنما أن تميت عهده وامتداد عهده، امتداد تعاليمه، امتداد خط رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما كانوا يخرجون مثل هذه الشعارات، مات محمد، مات راح، إنما هو ملك قد انصرف راح، يقصدون هذا الشيء أيها الإخوة، يقصدون أنه قد ذهب محمد وتوابعه، الشيء اللي إجانا وياه شنو هم نوديه، خلص راح. ولذلك ترد عليهم الزهراء عليه السلام قائلة أتقولون مات محمد صلى الله عليه وآله، أتقولون مات محمد؟ وتقدير الجواب ما هو؟ كلا، لم يمت.
الذي مات إنجاز التعبير هو خفاء ظهوره الدنيوي فقط امتحان من الله تبارك وتعالى وإلا هو حي عند ربه يرزق يرانا ويشهد علينا وحتى ظهوره الدنيوي هذا نفسه يمكن أن يستعيده متى شاء وهذا هو المبحث الجديد الذي أردت تفصيله في هذه الليلة إن شاء الله تعالى شوفوا أيها الإخوة مسألة مهمة موتنا نحن شيء وموت المعصومين عليهم الصلاة والسلام شيء آخر موت المعصومين ليس كموتنا إحنا لما نموت ننقطع عن الدنيا لا نتمكن من استعادة هذا اللباس الذي هو لباس البدن لأنه الموت شنو هو في الواقع خلع لباس خلع لباس البدن هذا هو الموت وإلا الروح باقية الروح موجودة وتنتقل إلى عالم آخر هذا هو الموت الموت ليس عدما مو عدم مثل ما يتصور بعض الناس أو كما يتصور بعض الفلاسفة مثلا لا الموت في الإسلام هو انتقال من حالة إلى حالة يخلع لباس البدن البدن يموت والروح ماذا؟ تبقى ثم في يوم الحشر ماذا؟ حتى هذا البدن ماذا؟ اللباس هذا مرة أخرى الإنسان يلبسه يرجع مرة أخرى ويحشر المعصومين عليهم السلام حين يموتون لا يموتون كما نحن نموت بمعنى أنهم حين يخلعون هذا اللباس فإن بقدرتهم بإذن الله تبارك وتعالى أن يرتدوه مرة أخرى متى ما شاءوا ومتى ما اقتضت المصلحة الدينية ذلك فيعودوا إلى الحياة من جديد المهم أن تفهم هذا الشيء كمقدمة حتى ندخل في الشواهد على ذلك لاحظوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة ماذا يقول لما يصف عترة النبي صلى الله عليه وآله يقول أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله خذوا هالمعلومة عن خاتم النبيين إنه يموت من مات منا وليس بميت إحنا أهل البيت يموت من مات منا وليس بميت مو مثل ما أنتم تتصورون يا أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله إنه يموت من مات منا وليس بميت ويبلى من بلي منا وليس ببال ما يبلى جسده أبدا نعم نحن نموت على نحو قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ولكن ليس موتا كموتكم لا نحن معكم نحضر مجالسكم نشهد عليكم نشفع لكم نتدخل في كثير من الأمور ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله حيا باقيا له أن يتنقل في ملكوت السماوات والأرض كما يشاء يعني تارة يكون عند العرش تارة يكون في السماء السابعة السادسة الخامسة وهكذا يهبط إلى الأرض يروح لمجرات أخرى يروح لكواكب أخرى كل هذا تحت تصرفه وسلطانه بإذن الله تبارك وتعالى زين حين يرتئي أو يريد استعادة البدن استعادة هذا اللباس البدني فيعود حيا كما كان له ذلك أم لا أيضا له ذلك
حصل هذا أم لم يحصل؟ نعم حصل، نعم حصل ذلك. نضرب بعضا من الشواهد أو شاهدا مهما، لأن الأحاديث فيه طويلة وتحتاج إلى بيان. لاحظوا مثلا في الكافي الشريف بسند الكليني عليه الرحمة عن فضيل بن سكرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أي قلت للإمام الصادق صلوات الله عليه، جعلت فداك، هل للماء الذي يغسل به الميت حد محدود؟ لما يقع تغسيل الميت هل الماء له حد محدود؟ قدر معين يجب أن لا نتجاوزه أم ماذا؟ قال عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: إذا مت فاستقي 6 قرب من ماء بئر غرس فغسلني وكفني وحنطني. الإمام بيّن الحكم، بيّن أنه إذا تريد أن تعمل بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا هو المسنون، 6 قرب، مقدار ماء 6 قرب تغسل به بدن الميت، لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا أمر وصيه عليا صلوات الله عليه بأن يستقي 6 قرب ماء من بئر غرس. هذا كانت بئر في المدينة المنورة اسمها بئر غرس، ورويت بعض الآثار في أنها بئر من الجنة، شيء من هذا المضمون موجود. على أي حال، الإمام عليه السلام بعد بيانه لهذا الحكم فإنه استرسل وبين أمرا مدهشا وعجيبا. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: إذا مت فاستقي 6 قرب من ماء بئر غرس فغسلني وكفني وحنطني، فإذا فرغت من غسلي وكفني فخذ بجوامع كفني وأجلسني، ثم سلني، يعني اسألني، ثم سلني عما شئت، فوالله لا تسألني عن شيء إلا أجبتك فيه. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله يقولها صراحة لعلي عليه السلام، ويحكيها الإمام الصادق عليه السلام كذلك بهذه الصراحة، مع أنه ربما بعض من العقول لا تحتمل. شلون رسول الله يكون ميت ويقول له أنت غسل لي وكفني بعدين قعدني واسألني وأنا راح أجيبك عن كل المسائل، وقد مات حسب المفروض؟ ما معنى هذا؟ يموت ميتنا وليس بميت، إنه يموت من مات منا، في نهج البلاغة، إنه يموت من مات منا وليس بميت. لا، إذا يريد ينطق ينطق، إذا يريد يستعيد هذا البدن يستعيده في أي لحظة. رواية أخرى أيضا في هذا الشأن، وأيضا هي في الكافي الشريف بسنده عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله الموت دخل عليه علي عليه السلام فأدخل رأسه ثم قال: يا علي، إذا أنا مت فغسلني وكفني ثم أقعدني وسلني واكتب، أجلسني وأكتب عني. وبالفعل الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه يقول في إثبات الهدات:
يقول أنه بالفعل أمير المؤمنين عليه السلام أجلس رسول الله صلى الله عليه وآله بعد تغسيله وتكفينه وبدأ يسأله عن مسائل كثيرة وأبواب كثيرة وكتب ذلك كل هذا بعد ماذا؟ ما يفترض أنه وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الذي يفسر بماذا كان علي مشغولا، لأنه لقائل أن يقول مسألة التغسيل والتكفين والتحنيط هذه لا تطول أكثر من ساعة، لماذا طالت 3 أيام وأنتم خابصين تقولون أنه كان مشغول برسول الله صلى الله عليه وآله 3 أيام في تجهيزه وتغسيله وتكفينه وهالشكل؟ وهؤلاء استغلوا هذه الغيبة من علي عليه السلام واقتنصوا الخلافة. ليش 3 أيام؟ لا يا أخي، 3 أيام لأن علي عليه السلام انشغل فيها بهذا تدوين العلوم عن رسول الله صلى الله عليه وآله في كتابه بعد إعلان شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد إعلانها أصلا أجلسه وكان يتحدث معه. النصارى يحاولون الاستطالة علينا بما يتوهمونه مما يسمى قيامة المسيح عليه السلام، أنه بعد مقتله أو صلبه ماذا؟ دفن 3 أيام ثم قام من جديد وشاهدوه يرجع إلى الحياة، فهذا صار الله خلص، وبعدين ارتفع إلى السماء. أصلا عندهم إلى الآن عيدوا القيامة مو هالشكل، ويقولون قام يوم الأحد، ولذلك يوم الأحد عطلة رسمية في هذه البلاد. نحن نقول إذا كان، وهو لم يصح طبعا، هو ما صلب ولا دفن حتى يقوم بعد ذلك، هو ارتفع منذ البداية، ولكن نقول إن صح ذلك فهذا دون بكثير ما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعجل. يعني إذا كان نبيكم يقوم بعد الموت ويتكلم، فإحنا نبينا لا، هم كان يتكلم بعد الموت وأسرار العلوم كان يبثها إلى علي عليه السلام، وهو إلى الآن لم يدفن. زين، سيأتينا كذلك أنه حتى بعد الدفن، حتى بعد الدفن رسول الله صلى الله عليه وآله قام، إنجاز التعبير نستخدم شوية تعابيرهم حتى بس يفتهمون إحنا شنو نقصد. أيضا قام وشاهده بعض المنافقين وحجهم، هو بشخصه ببدنه بعينه ومثل رعبا هذا الشيء لزمرة المنافقين. فرسول الله مو ميت، أي شيء تفخر به للأنبياء السابقين من معاجز من كرامات تجد أضعافه عند نبينا صلى الله عليه وآله. ذات مرة جاء واحد من أهل الكتاب إلى أمير المؤمنين عليه السلام، وهم هالشكل أراد الاستطالة عليه وعلى أهل الإسلام أنه عيسى المسيح أحيا الموتى، أنتوا نبيكم شنو سووا؟ أحيا الموتى؟ فأمير المؤمنين عليه السلام قال له ما مضمونه في الأحاديث الشريفة راجعوا أنه يعني نبينا مو بس أحيا الموتى، أحيا الجماد أيضا، الجمادات أحياها، جاء بحصيات في كفه وجعلها تسبح، أحيا الحجر، الحجر الحصيات نفسها، وقال له إذا تقصد هم موت البشر هم أجيب لك. قصة معروفة أنه ذات مرة جاء إلى تحداه المشركون وأحيا لهم بعضا من أسلافهم واستنطقهم وتكلموا معه، أخرجهم من قبورهم وأحياهم، وغيرهم وغيرهم وغيرهم، وحوادث كثيرة، ولكن مع الأسف مجهولة، لأنه الفرقة المنحرفة فرقة أهل البدعة ماذا؟ تصر على أنه النبي ما كان عندك معاجز، معجزته فقط القرآن، بالكثير بالكثير شق القمر
أكثر من هذا ماكو بعد. مو أنه أبرأ الأكمه والأبراص وأحيى الموتى وأنه فعل ما فعل من المعاجز التي هي عندنا وما روي عن طرق أئمتنا عليهم السلام في بالمئات بالمئات، معاجز رسول الله بالمئات مروية ومدونة عندنا. راجعوا أنتم مدينة المعاجز، موسوعة مدينة المعاجز للعلامة هاشم البحراني، راجعوا الثاقب في المناقب لابن حمزة الطوسي، راجعوا إثبات الهداة للحر العاملي وغيرها من الكتب التي دونت هذه المعاجز الشريفة، كثيرة هي، ولكن مجهول القدر نبينا صلى الله عليه وآله إلى هذه اللحظة، ما غير معروف، غير معروف، المسلمين ما يعرفونه، ما يعرفون سيرته، ما يعرفون تاريخه، ما يعرفون شيء، فكيف بغير المسلمين؟ زين، إذن هذا موقف يدلنا على ماذا؟ على أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله مات وليس بميت. فالذي يقول فإن محمدا مات ويقصد الموت على الإطلاق والموت الذي يعرض على سائر البشر، هذا يكون ماذا؟ على أقل تقدير متوهما. لا، منو قال لك مات؟ أتقولون مات محمد صلى الله عليه وآله؟ كلا، ما مات، حتى بعد تغسيله وتكفينه كان يتكلم، ومو كان يتكلم فقط، كان يسأل ويجيب، يعني في وعيه، وكان يلقي إلى علي عليه السلام ماذا؟ الأحكام والعلوم المختلفة. معجزة من معاجز رسول الله صلى الله عليه وسلم. زين، هذا كان قبل الدفن. زين، بعد الدفن شلون؟ أعجب وأعجب. لاحظوا هذه الرواية التي يرويها شيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليه في كتابه كتاب الاختصاص بسنده عن معاوية ابن عمار الدهني عن أبي عبد الله عليه السلام، أي الإمام الصادق صلوات الله عليه، قال الإمام الصادق يروي هذه الحادثة العجيبة، قال دخل أبو بكر على علي عليه السلام فقال له، شوف المسألة هنا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يحدث إلينا في أمرك حدثا بعد يوم الولاية، أنت زعلان أو غاضب على أنه نحن انتزعنا منك الحكم، انتزعنا منك الخلافة، إحنا لنا عذرنا لأنه بعد يوم الولاية يوم الغدير رسول الله ما أحدث لنا فيك حدثا، ما جاءنا منه أمر صريح قاطع حسب ما يزعم أبو بكر طبعا بعد يوم الغدير أنه ترى هذا هو الحاكم من بعدي، هذا ولي عهدي، لا، وإنما أمرنا بموالاتك، أمرنا يعني بمحبتك ونصرتك، يعني عينا النظرية البكرية. شوف، النظرية البكرية تنتهي بالفعل إلى سيدهم أبي بكر. هم شو يقول لك؟ يقول لك يوم الغدير كان المأمور به أنه يعني شنو؟ موالاة علي، كلنا احنا نوالي علي، نحب علي، يعني ننصر علي، هذا هو فقط، يعني ملام إن كنتم مولاه فعليهم مولاه، هذا معناه، مو قضية حكم وخلافة وإمرة وإلى آخره. إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يحدث إلينا في أمرك حدثا بعد يوم الولاية، أبو بكر يقول لعلي عليه السلام، وأنا أشهد أنك مولاي، أنا ما أقول أنت مو مولاي، وأنا أشهد أنك مولاي مقر لك بذلك، وقد سلمت عليك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله بإمرة المؤمنين. نعم صحيح، كنت أمير المؤمنين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن ماذا؟ رسول الله راح، فشنو يصير؟ مات،
من كان يعبد محمدا فإن محمدا ماذا؟ مات، ملك انصرف، فخلص هذا الأمر ينتهي بعد. هذا مو قضية وحي يوحى، هذه قضية أنه النبي هالشكل ارتأى اجتهاده، بس أكثر من هذا بعد كافي، ما يصير. وقد سلمت عليك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله بإمرة المؤمنين، وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله، هنا دقق، أنك وصيه ووارثه وخليفته في أهله ونسائه. شوف قيدها، عين النظرية البكرية والاعتقاد البكري في زماننا هذا، تقول له علي خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، هو الذي قال علي خليفتي فيكم، يقول لا، يقصد أهله ونسائه. إيه نعم، علي خليفة رسول الله على أهله ونسائه، يعني يدير باله عليهن، يدير باله على هؤلاء النسوة، لأن للرجل أن يستخلف رجلا على أهل بيته، على نسائه من بعده، فيعني أنه أنت يا علي أنت تتكفل بشؤونهم من بعدي. بس هذا هو، مو الخلافة بمعنى الإمرة، بمعنى الولاية العظمى، بمعنى الحكم والسلطان، مو هذا هو معناه. فالنظرية البكرية والاعتقاد البكري اليوم الموجود هو في الواقع يرجع إلى من؟ إلى سيدهم أبي بكر، هو الذي أصل هذه النظرية وتطورت عبر الزمن. والوقاحة أنه يقولها مباشرة في وجه علي عليه السلام، يقول له وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أنك وصيه ووارثه وخليفته في أهله ونسائه، ولم نحل بينك وبين ذلك. إحنا منعناك أن تصير أنت خليفة رسول الله على أهله ونسائه، ما منعناك، ما حلنا بينك وبين ذلك. وصار ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله إليك وأمر نسائه، هذا إحنا أعطيناك بعد. ميراث رسول الله أعطيناك، درع رسول الله أعطيناك، سيف رسول الله أعطيناك، عمامة رسول الله، رداءه، بغلته، عرفتوا هاي الأشياء المتعلقات بالنبي صلى الله عليه وآله أعطيناك إياه، ونساء أهم سلمناك أمرهن، فليش أنت زعلان علينا؟ ولم يخبرنا بأنك خليفته من بعده، خليفته على الإطلاق يعني، ولا جرم لنا في ذلك فيما بيننا وبينك، ما عندنا إحنا جريمة فيما بيننا وبينك لما إحنا استولينا على الخلافة، ولا ذنب بيننا وبين الله عز وجل، ماكو ذنب بيننا وبين الله في هذه المسألة. رسول الله لم يحدث لنا فيك أمرا بعد يوم الغدير، بعد يوم الولاية. بماذا أجابه الأمير عليه السلام؟ فقال له علي عليه السلام أرأيتك إن رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يخبرك بأني أولى بالمجلس الذي أنت فيه، وأنك إن لم تنح عنه كفرت، فما تقول؟ إذا الآن أريك رسول الله صلى الله عليه وآله، ويقول لك كلام واضح وصريح، علي أحق بالمجلس الذي أنت فيه الآن منك، وإذا لم تتنح عن هذا المجلس وتسلمه لعلي، تسلم مقاليد الإمرة والسلطة لعلي عليه الصلاة والسلام، فأنت كافر. وبالفعل ما سلم، فأبو بكر شنو؟ كافر، كافر. فما تقول؟ فقال أبو بكر إن رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يخبرني ببعض هذا اكتفيت به، يعني يقول له المخلي أشوف بس النبي، المهم وين الآن النبي؟ النبي تحت التراب الآن حسب اعتقاده، وين بعد يطلع النبي ويكلمني؟ إذا قال لي بعض هذا، يعني حتى لو يجي يقول لي يا أبا بكر مثلا، بس هو هذا كافي، لأنه هذه تصير معجزة وأنا أسلم الأمر.
قال عليه السلام فوافني إذا صليت المغرب، إذا خلصت من صلاة المغرب تعال. قال عليكم السلام ورحمة الله. فرجع بعد المغرب فأخذ بيده، علي عليه السلام أخذ بيد أبي بكر وأخرجه إلى مسجد قباء، مسجد قباء في المدينة المنورة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في القبلة، موجود جالس في قبلة المسجد. هذه معجزة أم لا؟ رسول الله ها هنا، ما الذي صنع؟ استعاد بدنه، استعاد لباسه الدنيوي، هذا اللباس الدنيوي استعاد وعاد حيا كما كان. وجرى بينه وبين أبي بكر مناقشة الآن شوف. فقال له يا عتيق، أبو بكر اسمه عتيق، اسم الأصلي، يا عتيق، وثبت على علي وجلست مجلس النبوة وقد تقدمت إليك في ذلك، ليش تكذب تقول أنه النبي ما أحدث لنا فيك أمرين وكذا؟ أنا تقدمت إليك في ذلك، وكدت عليكم الأمر، فانزع هذا السربال الذي تسربلته فخله لعلي، وإلا فموعدك النار، موعدك النار إذا ما ترجع الحق إلى أهله. هذا حكم الله، ولي العهد الشرعي من؟ علي بن أبي طالب، هو الذي ينبغي أن يتولى الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي شخص يأتي ويزيحه فإنه ماذا؟ مستلب للأمر، مستلب للحكم، فخليفة غير شرعي، حاكم غير شرعي. ثم أخذ بيده فأخرجه، أمير المؤمنين أخذ بيد أبي بكر وأخرجه، فقام النبي صلى الله عليه وآله عنهما، النبي راح، قام وغاب، وانطلق أمير المؤمنين عليه السلام إلى سلمان فقال له يا سلمان أما علمت أنه كان من الأمر كذا وكذا؟ أمير المؤمنين يخبر سلمان بالذي حصل، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله معجزة عادة من جديد وأقام الحجة على أبي بكر. فقال سلمان ليشهرن بك، أبو بكر راح ماذا؟ يشهر بك يا علي بسبب هذا الموضوع، وليبدينه إلى صاحبه اللي هو عمر، وليخبرنه بالخبر. فضحك أمير المؤمنين عليه السلام وقال أما إن يخبر صاحبه فسيفعل، أنه يخبر صاحبه نعم هذا راح يسويه، ثم لا والله لا يذكرانه أبدا إلى يوم القيامة، ما راح يذكرون هذه الحادثة، سيكتمونها أبدا إلى يوم القيامة، هما أنظر لأنفسهما من ذلك، عندهم نظر، عندهم شوية ذكاء إنجاز التعبير، يدرون إذا أشاعوا هذا الأمر فسيكون ماذا؟ ليس في صالحهما، حتى ولو ادعيا أن هذا سحر بني هاشم كما سيأتي مو في صالحهم، فيكتمون القضية. فلقي أبو بكر عمر فقال إن عليا أتى كذا وكذا وصنع كذا وكذا وقال لرسول الله كذا وكذا، فقال له عمر ويلك ما أقل عقلك، فوالله ما أنت فيه الساعة، الحالة الاضطرابية التي عندك الآن، إلا من بعض سحر ابن أبي كبشة، يعني النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، كان المشركون وأهل الجاهلية يعيرونه بقولهم ابن أبي كبشة بدعوى أنه أحد أجداده من طرف الأم، يعني من طرف السيدة آمنة بنت وهب عليها السلام،
كان اسمه أبو كبشة فيسموه ابن أبي كبش هالشكل. يقول إلا من بعض سحر ابن أبي كبشة قد نسيت سحر بني هاشم. نسيت هذول كلهم سحرة. وشوف سبحان الله هذه الكلمة كم تتردد، يعني جاءت هذه الكلمة على لسان أبي بكر، جاءت على لسان عمر، جاءت على لسان بعض بني أمية كمعاوية كيزيد، جاءت على لسان حتى الخط الزبيري الذي شرحت لكم تفصيله وبعضا من رجاله في الليالي الحسينية على ما أتذكر، ومنهم من عبد الله بن الزبير لعنه الله ولعن أباه. هؤلاء كانوا يتعاملون مع النبي ماذا وبني هاشم أنهم يكثر السحر عندهم، هذولا سحرة هذولا، فادعوا نبوة وادعوا كذا وروانا بعض الأمور الخوارق. هذا كله كانت شعوذات، شعوذات كهان كانوا. قد نسيت سحر بني هاشم ومن أين يرجع محمد ولا يرجع من مات. شوف نفس المجرى نفس العبارة، ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وين بعد يرجع؟ ومن أين يرجع محمد ولا يرجع من مات، إنما أنت فيه أعظم من سحر بني هاشم، فتقلد هذا السربال ومر فيه. ثبت نفسك على الحكم، شنو رايح مرتجف وخايف؟ هذا السحر. هذا الروايات في شأن هذه الحادثة كثيرة، أنا أنتخب منها بعضا من الروايات لأنه كل رواية وصلتنا من طريق كما تعلمون، فبضم ألفاظها بعضها إلى بعض نستكشف تفاصيلها أكثر، نعرف تفاصيلها أكثر. الرواية الثانية في بصائر الدرجات عن أبي عمارة عن أبي عبد الله عليه السلام، وأيضا بسند آخر عن عثمان بن عيسى عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى أبا بكر فاحتج عليه. هنا نفهم أنه أولا كان احتجاجا من أمير المؤمنين على أبي بكر، ثم أبو بكر جاء إلى علي عليه السلام معتذرا، وهو الذي بينته رواية اختصاص المفيد، فحدث ما حدث هنا حتى يفهم المؤمنون أنه علي عليه السلام ما سكت كما يزعمون. منو قال سكت عن حقه؟ منو قال أنه ما تحرك؟ بل أوصلها إلى أقصى الحدود، أعلن الجهاد أصلا على حكومة أبي بكر وعمر، ولكن لعن الله الخونة الذين بايعوه بالأمس وخذلوه ما استمروا معه. لعن الله أمة خذلتكم. أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى أبا بكر فاحتج عليه ثم قال له أما ترضى برسول الله صلى الله عليه وآله بيني وبينك؟ فقال فكيف لي به؟ فأخذ بيده فأتى به مسجد قباء فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله فيه، فقضى على أبي بكر، يعني صار الحكم على من؟ على أبي بكر. فرجع أبو بكر أو فرجع أبو بكر مذعورا، فلقي عمر فأخبره فقال ما لك؟ أما علمت سحر بني هاشم؟ رواية ثالثة فيها تفاصيل أكثر، هذه رواها الديلمي في إرشاد القلوب عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، أن أبا بكر لقي أمير المؤمنين عليه السلام في سكة من سكك بني النجار. وهذا يفسر ليش أقول لازم نلاحظ كل الروايات حتى نفهم التفاصيل أكثر، لأنه رواية اختصاص المفيد تقول أبو بكر جاء إلى علي، وقد يتوهم أحدهم أنه جاء إلى منزل علي عليه السلام، في حين أننا نكتشف من مقابلة رواية أخرى أنه ماذا كان في سكة من السكك، سكة من سكك بني النجار في المدينة. أن أبا بكر لقي أمير المؤمنين عليه السلام في سكة من سكك بني النجار فسلم عليه فصافحه وقال له يا أبا الحسن
أفي نفسك شيء من استخلاف الناس إياي؟ أنت زعلان لأنه الناس استخلفوني؟ أفي نفسك شيء من استخلاف الناس إياي وما كان من يوم السقيفة وكراهيتك للبيعة؟ والله ما كان ذلك من إرادتي. مثل حكام العرب كلهم يقولون لهم ليش ما تعتزل تتنحى؟ يقول الشعب يريدني أنا شنو أسوي؟ بشار الأسد هذا مشكل يقول يا عمي تنحى كافي بعد، يقول الشعب يريدني أنا شو، ولا أنا ما أريد الحكم. مثل قذافي لما كان يصرخ هناك أمام بيت الصمود، شايفين الولا؟ قال أنا ما عندي منصب أصلا، أنا ما عندي منصب، وإلا لو عندي منصب أنا لوح لكم بالاستقالة هالشكل أرميها في وجوهكم يا جرذان. ولكن الشعب يريدني أنا شنو أسوي؟ حتى في مقابلته مع البي بي سي كان يقول My people want me, they will die for me، مستعدين للموت من أجلي إلى هالدرجة. كل الطغاة هذا منطقهم. أبو بكر الطاغية الأول علم الطغاة، مدرسة الطغاة صدق مدرسة وهم فيها دهاء ومكر وخبث. صاحب المقابر الجماعية مدرسة واقعا، أول شخص سوى مقابر جماعية في تاريخ الإسلام. طبيعي يصير واحد من أصغر تلاميذ صدام، أصغر تلاميذ القذافي. والله ما كان ذلك من إرادتي إلا أن المسلمين أجمعوا على أمر لم يكن لي أن أخالفهم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. صار إجماع بعد 99.9% الانتخابات إجماع، بس أنت يا علي مو ويانا، شو نسوي إحنا؟ إجماع صار لا تجتمع أمتي على ضلالة. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام يا أبا بكر، هذا كلام مهم من أمير المؤمنين عليه السلام، دققوا فيه لأنه يحل إشكالات معاصرة ترى. يا أبا بكر، أمته الذين أطاعوه من بعده وفي عهده وأخذوا بهذا وأوفوا بما عاهدوا الله عليه ولم يبدلوا ولم يغيروا، هذه أمة النبي التي يعتد بإجماعها، التي تكون ماضية على ماذا؟ على أمر النبي والوفاء بعهده، وإلا البقية هؤلاء مرتدون عن رسالة النبي صلى الله عليه وآله. لا اعتداد بإجماعهم إن أجمعوا، لا اعتداد بإجماعهم. هذا في حياتنا المعاصرة نفس الشيء، في حياتنا المعاصرة يقول لك أنه إحنا سنمضي هذا القانون الديني أو هذا العرف لأنه الأكثرية تريد هكذا، أو إجماع وقع عليه. شنو الإجماع؟ عائشة في الجنة مثلا، يقول إجماع الأمة. نقول له أي إجماع؟ أمة من؟ أنتوا منو قال أمة النبي صلى الله عليه وآله؟ أنتوا أمة أبي بكر وعمر وعائشة، أمة النبي الذين أطاعوه من بعده وفي عهده. في عهده أطاعوه، لو رفضوه وقالوا إن الرجل لا يهجر ما أطاعوا بعد، هذا شلون تحسب أنه من أمة النبي؟ بعده هم أطاعوه؟ لا، داسوا بأقدامهم على أوامره وعلى كتابه، مو الشكل كما فعل عمر. شلون تقول هؤلاء أمة النبي صلى الله عليه وآله؟ أنتم مجموعة عصابة إجرامية انقلابية إجيتوا بسقيفة بني ساعدة أخذتوا الحكم وقلتوا إحنا صار عندنا إجماع، شنو فوضى هي؟ قال له أبو بكر والله يا علي، لو شهد عندي الساعة من أثق به أنك أحق بهذا الأمر لسلمته إليك، رضي من رضي وسخط من سخط. أبو بكر يقول لا، إذا شهد الآن عندي شنو الساعة من أثق به، واحد يكون ثقة، واحد بس، واحد يشهد فقط
يعني الزهراء عليه السلام شهدت ما قبل شهادتها، هو علي عليه السلام نفسه أبدا. زين، منو بعد شهد مع علي عليه السلام؟ حسن والحسين صلوات الله عليهما، سلمان، المقداد، عمار، 12 نفر وقفوا أمام أبي بكر خطبوا وقالوا يا أبا بكر اتق الله وأرجع الحق إلى علي عليه السلام. أنسيت يوم غدير؟ أبو ذر قال له هذا الكلام، خالد بن سعيد بن العاص الأموي قال له هذا الكلام، حتى الزبير قال له هذا الكلام. الزبير ذاك الوقت كان في صف علي عليه السلام وأهل البيت صلوات الله عليهم. ولا فاد. مغالطات وتهربات. فعلي عليه السلام يعرف له، يعرف شلون يخنقه إنجاز التعبير، يعرف شلون ما يخلي له عذر. قال والله يا علي لو شهد عندي الساعة من أثق به أنك أحق بهذا الأمر لسلمته إليك، رضي من رضي وسخط من سخط. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام يا أبا بكر، فهل تعلم أوثق من رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أخذ بيعتي عليك في 4 مواطن؟ 4 مرات أنت بايعتني بولاية العهد، وعلى جماعة معك فيهم عمر وعثمان، أنتوا كلكم بايعتموني في يوم الدار وفي بيعة الرضوان تحت الشجرة ويوم جلوسه في بيت أم سلمة وفي يوم الغدير بعد رجوعه من حجة الوداع، فقلتم بأجمعكم سمعنا وأطعنا الله ورسوله، فقال لكم الله ورسوله عليكم من الشاهدين، فقلتم بأجمعكم الله ورسوله علينا من الشاهدين، فقال لكم فليشهد بعضكم على بعض ويبلغ شاهدكم غائبكم، ومن سمع منكم فليسمع من لم يسمع، فقلتم نعم يا رسول الله، وقمتم بأجمعكم تهنون رسول الله وتهنوني بكرامة الله لنا، فدنا عمر وضرب على كتفي وقال بحضرتكم بخن بخن يا ابن أبي طالب، أصبحت مولانا ومولى المؤمنين. كل هذا جرى، كله نسيته؟ كل هذا راح؟ محمد قد مات، ملك قد انصرف. فقال له أبو بكر لقد ذكرتني أمرا يا أبا الحسن، لو يكون رسول الله صلى الله عليه وآله شاهدا فأسمعه منه. أنت ذكرتني أمر، بس يا ريت النبي كان موجود حتى أنا أسمع منه مباشرة أستوثق. يعني شوفوا المخالفين يستبعدون هذا الأمر، يقولون لا نتوقع أنه بعض من أصحاب رسول الله مع هذا الاشتهار أنه قد بايع لعلي بولاية العهد من بعده مع ذلك يخالفون وينسون. مستحيل، خصوصا قضية خطيرة، حكم وإلى آخره. تعرف شو تجاوب عليه إذا قال لك هذه الشبهة؟ قل له خلص، إذا ما رويتموه أنتم باستفاضة واشتهار جداً أنه رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعائشة تنبحك كلاب الحوائب، مو هالشكل؟ خلص لا حقيقة له، لأنه ما معقول مع كل هذا عائشة هم تمضي في مسيرها. وليش كانت ناسية؟ مو قالت نسيت أنا؟ كان من جملة اعتذاراتها ماذا؟ أنه أنا نسيت، فإذا نسيت فذكروني. الزبير بن العوام ألم يقل له النبي صلى الله عليه وآله ستقاتل عليا وأنت له ظالم؟ ليش بآخر لحظة ذكره علي عليه السلام وهم ما فات، هم واصل، هم قاتل، لأنه جبنه ابنه عبد الله هذا المشؤوم، هو أراد ينسحب المعركة بس ما قبل، ابنه ما قبل، قال لأن إنما فررت من سيوف آل أبي طالب، مو هالشكل؟ يعني يقصد علي عليه السلام. فقال له متى رأيت من أبيك جبنا لا أم لك؟ متى رأيت من أبيك جبنا؟ إذا تريد أنا الآن أراويك. فأخذ سيفه وبالفعل قاتل الزبير، قاتل بعدين شوي انسحب عن المعركة، إجا واحد وقتله، إلى جهنم وبئس المصير.
عمار بن ياسر ألم يشتهر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يا عمار تقتلك الفئة الباغية؟ ليش تناسوا؟ ليش حاربوا؟ ليش تمردوا؟ لماذا عصوا؟ طبيعة يعني شوف لا يسعك أن تلغي حقيقة بدعوى أنك تستبعدها لأمر لا هو بعقلي ولا هو نقلي، هالشكل بس تستبعد بكيفك. يقول لا ما توقع من الصحابة على تعبيرهم أنهم هالشكل يسوون، وهذا لا حجة في كلامك، هذا مجرد استبعاد ينطلق من ماذا؟ من استحسان، قضايا استحسانية هذه. أين الدليل؟ أنت خذ بالدليل. خلص النبي أكد عليهم في مواقف عديدة من أول يوم من بعثته، قال هذا خليفتي فاسمعوا له وأطيعوا في يوم الدار، مو هالشكل؟ وتوجها في يوم الغدير. وبعض كتب رسول الله إلى الآن موجودة، ونقلت بعضها، نقلت كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله الموجه إلى أهل مقنى، إلى أهل مقنى، كتاب يرويه المخالفون، دونوه وكان محفوظا في الخزائن إلى عهد قريب، مختوم من رسول الله، محفوظ موجود، يخاطب فيه رسول الله صلى الله عليه وآله أهل مقنى، يقول وليس عليكم أمير إلا من ارتضيتموه أو من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني أنتوا فيما بينكم، أنتوا مجلس محلي أهل مقنى، أنتوا تآمروا فيما بينكم، يعني استأمروا أميرا عليكم، هذا أنا أسمح له ماذا؟ أنه يتأمر عليكم. ولكن بالإضافة إلى هذا ماذا؟ الذي يكون هو الأمير عليكم أهل بيت رسول الله، وليس عليكم، عفوا العبارة هكذا، وليس عليكم أمير إلا من أنفسكم أو من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. ما قال أو من أبي بكر أو عمر أو عثمان أو من اختاره أهل الحل والعقد في المدينة، لا، قال من أهل بيت رسول الله، هذول أمراء ترى عليكم. يعني شنو؟ يعني يؤكد الولاية في أهل بيته صلوات الله عليه، الولاية فيهم، الإمامة فيهم، الإمارة فيهم، لا في غيرهم. الإمارة العامة العظمى، لا التي تخص مدينة دون أخرى. ما هو السر؟ لماذا النبي صلى الله عليه وآله لما وجه كلاما لأهل مقنى أكد على إمارة أهل بيته؟ لماذا أكد على هذه النقطة؟ لأن إمارتهم إمارة عظمى فتعم مقنى وغيرها، أما في شؤونهم الذاتية فيما بينهم أو من أنفسكم، خلاص أنتوا اختاروا واحد في شؤونكم المحلية. فإذا كل هذه التأكيدات ضربتم بها عرض الجدار، ما اهتممتم بشيء. فقال له أبو بكر لقد ذكرتني أمرا يا أبا الحسن، لو يكون رسول الله صلى الله عليه وآله شاهدا فأسمعه منه. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام الله ورسوله عليك من الشاهدين يا أبا بكر، إن رأيت رسول الله حيا يقول لك إنك ظالم لي في أخذ حقي الذي جعله الله ورسوله لي دونك ودون المسلمين، تسلم هذا الأمر لي وتخلع نفسك منه؟ إذا الآن ترى النبي صلى الله عليه وآله حيا ويقول لك هذا الكلام، تسلم الأمر لي وتخلع نفسك منه أم لا؟ فقال أبو بكر يا أبا الحسن وهذا يكون أن أرى رسول الله صلى الله عليه وآله حيا بعد موته ويقول لي ذلك؟ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام نعم يا أبا بكر هذا يكون. قال فأرني ذلك إن كان حقا. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام الله ورسوله عليك من الشاهدين أنك تفي بما قلت،
هالمرة تصير آدمي ورجال وتلتزم بكلمتك؟ قال أبو بكر نعم. فضرب أمير المؤمنين عليه السلام على يده وقال تسعى معي نحو مسجد قباء. فلما ورد وتقدم أمير المؤمنين عليه السلام فدخل المسجد وأبو بكر من ورائه، فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وآله جالس في قبلة المسجد، حي بشخصه ببدنه، يله أن يستعيد لباسه الدنيوي متى ما شاء. فلما رآه أبو بكر سقط لوجهه كالمغشي عليه، انصدم، ما توقع الأمر هكذا. فناداه رسول الله صلى الله عليه وآله ارفع رأسك أيها الضليل المفتون، ارفع رأسك يا ضال يا مضل يا ضليل يا مفتون، فتنك إبليس. فرفع أبو بكر رأسه وقال لبيك يا رسول الله، أحياة بعد الموت يا رسول الله؟ أحياة بعد الموت؟ مو أنت اللي قايل مات محمد؟ وردت عليك الزهراء عليه السلام قالت أتقولون مات محمد صلى الله عليه وآله؟ اندهش، ما كان متوقع، كان متوقع بالفعل مات محمد، لا، إنه لا يموت ميتنا، إنه يموت ميتنا وليس بميت. افهم حقيقة هذه الأنوار، هؤلاء أنوار، مو مثلك، مو مثل غيرك، تتصور يغيبهم الثرى خلاص ينقطعون عن الدنيا؟ أبداً. قال لبيك يا رسول الله، أحياة بعد الموت يا رسول الله؟ فقال ويلك يا أبا بكر، يا ويلك يا سواد ليلك، ويلك يا أبا بكر، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير. ما أحيا عزيرا، ما أحيا أصحاب الكهف. قال فسكت أبو بكر وشخصت عيناه نحو رسول الله صلى الله عليه وآله، الشكل ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال ويلك يا أبا بكر، أنسيت ما عاهدت الله ورسوله عليه في المواطن الأربعة لعلي عليه السلام؟ فقال ما نسيتها يا رسول الله. فقال ما لك اليوم تناشد عليا فيها ويذكرك فتقول نسيت؟ وقص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله ما جرى بينه وبين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى آخره، فما نقص كلمة منه ولا زاد فيه كلمة، يعني كأن رسول الله كان حاضرا معهم مع أنه ما كان يشاهد هناك. هذا ليعلم أن النبي صلى الله عليه وآله يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. الآن هاي جلستنا اللي احنا قاعدين رسول الله عالم بها، كل كلمة كل همسة نحن نقولها النبي عالم بها بإذن الله، ولذلك يشهد علينا وجئنا بك على هؤلاء شنو شهيدا، يشهد. شلون يشهد إذا هو ما يشوف وما يسمع؟ شلون يشهد إذا هو مو حي؟ سؤال. إذا ميت على التصور البكري الموجود شلون يشهد؟ قل لي. فرسولنا حي، احنا ما نقر مثل أهل البدعة أنه الرسول مات 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 راح، ونضاهي اليهود الذين يطعنون في نبي الله صلى الله عليه وآله ويقولون محمد مات خلف بنات، هالشكل يرفعون شعارات كانوا يؤذون بها المسلمين في فلسطين و غيرها. وهاي محمد مات من وين ماخذينها؟ من كلام أبو بكركم هذا، هذا المنافق الأول، ألا ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، مو هالشكل؟ وهذا الذي هو يقوله إمامكم.
أنتم تقدمون أعظم الهدايا للمعادين لنا، للمعادين للإسلام، تقدمون لهم الهدايا في الواقع. فقال أبو بكر: يا رسول الله، فهل من توبة؟ أقدر أتوب؟ وهل يعفو الله عني إذا سلمت هذا الأمر إلى أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال: نعم يا أبا بكر، وأنا الضامن لك على الله ذلك إن وفيت، أو إن وفيت. إذا بالفعل تسوي يتوب الله عليك، مثل ما الحر تاب، كان معاديا ثم تاب، والله عز وجل تاب عليه، صار مقام عظيم، وهو الآن في الجنة رضوان الله تعالى عليه. وغيره وغيره. وأنا الضامن لك على الله ذلك إن وفيت. قال، أي قال الإمام عليه السلام: وغاب رسول الله صلى الله عليه وآله عنهما، راح غاب. قال: فتشبث أبو بكر بأمير المؤمنين عليه السلام، قال له دخيلك، تشبث به بعد، وقال: الله الله فيي يا علي، الله الله فيي. بعد هذا اللي أنا شفت، أنا بعد رجفت الآن، ارتعدت، صر معي إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أعلو المنبر وأقص وأقص على الناس ما شاهدت ورأيت من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، وما قال لي، وما قلت له، وما أمرني به، وأخلع نفسي من هذا الأمر وأسلمه إليك. تعال معي حتى أنا أسوي هذا الشيء. حسنت. زين، تعال معي إذن إلى المنبر وأخلع نفسي من هذا الأمر وأسلمه إليك. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: أنا معك إن تركك شيطانك. أنت إلك شيطان. قال أبو بكر: وليتكم، ولست بخيركم، وإن لي شيطانا يعتريني، فإذا غضبت فاجتنبوني. أكو شيطان أنا معي، هذا يكوكني دائما، دائما يكوكني. هسا هذا الشيطان منو؟ تعرفوا الآن. قال له أمير المؤمنين عليه السلام: أنا معك إن تركك شيطانك. فقال أبو بكر: إن لم يتركني تركته وعصيته. إذا ما تركني شيطاني مكلب بي، ولكن أنا هم راح أتركه وأعصي. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: إذن تطيعه ولا تعصيه. راح تطيع أنت. وإنما رأيت ما رأيت لتأكيد الحجة عليك. هاي المعجزة التي حصلت، وشفت رسول الله صلى الله عليه وآله عاد إلى الحياة وأمرك بأن تسلم الأمر لي من جديد، هذا حجة، تأكيد حجة عليك، لأنه كل ما تتأكد الحجة على المنافق والظالم والكافر كلما يزداد عذابه في يوم القيامة، لأنه مو مرة واحدة حججت، أكثر من مرة، يعني أعطيت فرص كثيرة فيزداد عذابه. الآن أبو بكر في قعر جهنم، قعر جهنم. زين. وأخذ بيده وخرجا من مسجد قباء يريدان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأبو بكر يخفق بعضه بعضا ويتلون ألوانا. وضع كلش اضطرب، ألوان تنوعت على وجهه، يرجف، يرتعد، والناس ينظرون إليه ولا يدرون ما الذي كان، حتى لقي عمر، إجا الشيطان الذي إذا شنو
مر في طريق سلك الشيطان طريقا آخر، لأنه هذا الشيطان الأكبر موجود، الشيطان الأصغر يروح يدبر له غير شغلة مكان آخر، وهذا موجود يؤدي الغرض يعني. حتى لقي عمر فقال له: يا خليفة رسول الله، ما شأنك وما الذي دهاك؟ فقال أبو بكر: خلي عني يا عمر، روح ولي، فوالله لا سمعت لك قولا. خلاص بعد ما راح أسمع منك حتى كلمة واحدة، فكني. فقال له عمر: وأين تريد يا خليفة رسول الله؟ فقال له أبو بكر: أريد المسجد والمنبر. فقال: ليس هذا وقت صلاة ومنبر، مو وقت الصلاة الآن، جاي للمنبر وكذا، شو تريد تسوي؟ فقال: خلي عني، فلا حاجة لي في كلامك. فقال عمر: يا خليفة رسول الله، أفلا تدخل منزلك قبل المسجد فتسبغ الوضوء؟ أنت ما متوضي، روح توضي، حتما هم بعد هذا الخوف وكذا حتما انتقض وضوءك، حتما، فروح أقلا أسبغ الوضوء، سوي لك شيء طهر. قال: بلى. الشيطان هم هذا أسلوبه، أنه يحاول أن يضلك أيضا من خلال بعض مقدمات العبادات، من خلال بعض مقدمات العبادات. قال: بلى. ثم التفت أبو بكر إلى علي عليه السلام وقال له: يا أبا الحسن، اجلس إلى جانب المنبر حتى أخرج إليك، خليك أنا بس أروح أتوضى وأرجع. فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام ثم قال: يا أبا بكر، قد قلت لك إن شيطانك لا يدعك، هذا ما راح يخليك هذا. ومضى أمير المؤمنين عليه السلام فجلس بجانب المنبر، ودخل أبو بكر منزله وعمر معه، راح معه هناك للتواليت حتى يتوضيان معا. والرواية كلش طويلة تنقل نفس الأحداث التي مرت معنا في الروايات السابقة، أنه نتيجة قال له: هذا سحر بني هاشم، وإنت وين عقلك، وشنو هذا الكلام، وتراجع أبو بكر نتيجة. شاهدنا أين أيها الإخوة؟ المعصوم وسيد المعصومين رسول الله صلى الله عليه وآله، الحياة والموت عنده من هذه الجهة سواء، يعني له في أي لحظة أن يعود ببدنه وشخصه إلى الحياة. هذا الذي يفسر مثلا كيف كان ينطق النبي صلى الله عليه وآله بعد استشهاده لما أجلسه علي عليه السلام، كيف أنه في بعض الأحيان، حتى بعض مصادر أهل الخلاف ينقلون أنه كانت تخرج كف من القبر، كف من رسول الله، كف رسول الله تخرج من القبر وتؤشر أو مكتوب عليها أشياء، هذا منقول في بعض الآثار. مثلا لما أقدم أبو بكر على تهديد أمير المؤمنين عليه السلام، خرجت كف من القبر الشريف تقول: يا أبا بكر، كفرت بالذي خلقك من تراب، وسلم الأمر إلى علي عليه السلام، إلى آخره، مضمون الروايات. أو أنه لما جرت حملة واقعة الحرة على المدينة المنورة، أيضا ينقل في بعض التواريخ أنه جرى ما جرى، وأنه ارتفعت كف من قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني كان يحصل مثل هذه المعاجز. هو رأس الحسين عليه السلام كان ينطق مع أنه مقتول. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ هذا هو، يعني المعصومين عليهم السلام هكذا، لهم حياة خاصة، وما موتهم إلا خلع للباس. إحنا موتنا هكذا، إحنا نخلع اللباس، بس الفرق بيننا وبين المعصوم شنو؟ أنه إحنا ما نتمكن نستعيد اللباس، الأمر مو ضمن صلاحياتنا وقدرتنا، مو بيدنا هذا. أما المعصومين الله أعطاهم هذه القدرة بحيث باستطاعته أن يستعيد هذا اللباس الدنيوي، هذا البدن الدنيوي، متى ما شاء،
خلاصة البحث هي هذه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله حي يسمع كلامنا. هؤلاء الآمرين بالمنكر الذين يحاصرون الضريح الأقدس للنبي الأقدس صلى الله عليه وآله، يقول لك حج حج يا حاج، وروح امشي، روح روح تحرك، هذا ميت ميت ما يسمعك، شنو تتكلم مع النبي؟ أنت بس قول السلام عليك يا رسول الله وروح، ما لك حق أنه أنت تقف أمام رسول الله صلى الله عليه وآله، أمام ضريحه، أمام قبره الشريف، تخاطبه، تشكو إليه، مثلا تشكو إليه حالك، حال الأمة، تتكلم معاه، يقول لك أنت شنو تسوي؟ هذا الشرك كفر. ليش؟ لأنه هذا ميت. هذا قل له يا أحمق، يا جاهل، يا غبي، يا بكري، يلي ماشي على نظرية أبي بكر إن محمدا قد مات. قل له أتقولون مات محمد صلى الله عليه وآله؟ منو قال لك ما يسمعني؟ من الذي قال لك ما أقدر أخاطبه وأبث إليه همومي وأشكو إليه وأتحدث معه وأطلب منه أن يدعو لي ويشفع لي؟ من الذي قال لك هذا؟ حتى وإن كان في قبره، تتصور هو موت رسول الله مثل موتنا؟ عجيب هذا الفكر، حقيقة عجيب. الفكر الذي ينص في صحاحه المعتبرة أن المشركين يسمعون الكلام، المشركين الموتى، ورسول الله لا يسمع. يعني مثلا لاحظ هذه الرواية التي في البخاري، رقم الحديث 1288، مروية عن نافع أن ابن عمر، هو يقول رضي الله عنهما، أخبره، أخبر نافعا قال: اطلع النبي صلى الله عليه وآله على أهل القليب، قليب بدر، فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له: تدعو أمواتا؟ هاي نظرية أبو بكر وعمر والوهابية، تدعو أمواتا، موت موت، عدم خلص، شلون أنت تروح تتكلم مع هؤلاء تدعو أمواتا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. أنتم مو أسمع منهم، هؤلاء أيضا يسمعون ولكن ما عندهم قدرة أن يستعيدوا حياة اللسان على الأقل حتى يجيبون، ما عند القدرة. النبي صلى الله عليه وآله لا تكون فيه هذه الميزة؟ يعني ما يقدر يسمع؟ لما واحد يروح ويتكلم معه، لما هذا الحصار على ضريح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله؟ هذا الحصار الإرهابي هذا ليش؟ ليش هذا الحصار؟ لما لا تفكون هذا الحصار؟ اتركوا المسلمين يذهبون يتشبثون بضريح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ويقبلونه رغما عن أنوفكم. أنتوا يلي ما تستحون كأس كرة القدم تقبلونه، ما تقولون شرك، أما ضريح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إذا واحد قبله يقولون شرك، مالت عليكم. شلون فكر منحط، كرة القدم يقبلون كل شيء، الكأس مال كرة القدم وأحيانا الكرة نفسها والأرض وكذا، ولكن ضريح النبي صلى الله عليه وآله يقول: أنت شنو تسوي تشرك؟ هو شنو الشرك في الموضوع؟ أنه أنا أقبل ضريحا إكراما للرسول صلى الله عليه وآله باعتباره هذا الضريح منسوب إلى النبي، كون النبي مدفون في داخله فقط، مثل ما واحد يقبل جلد القرآن، هو جلد ولكن يقبله تعظيما لما فيه. فكر منحط، خلي الناس تروح وتقبل وتتحدث مع النبي صلى الله عليه وآله وتشكو إليه، اتركوا حرية للناس، وإلا الناس تسحقكم. وسيأتي هذا اليوم، هذا اليوم الذي الجماهير الإسلامية تسحق هؤلاء الآمرين بالمنكر وتسحق سلطة آل سعود، سيأتي هذا اليوم وتتحرر مكة والمدينة ويتحرر ضريح رسول الله صلى الله عليه وآله، سيأتي هذا اليوم رغما عن أنوفهم قريبا إن شاء الله تعالى، قريبا مع صحوة هذه الأمة. الشاهد هو هذا، أنه هذا الفكر المنحط إلى الآن ما وصل إلى مستوى من التحضر
أو من الرقي الذي يستطيع أن يفهم أن رسول الله ليس بميت على النحو الذي أنتم تفهمونه. الذي مات هو الظهور الدنيوي لرسول الله صلى الله عليه وآله فقط، ظهوره الدنيوي مات، هذا هو معنى قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، الظهور الدنيوي. أما وجوده الحقيقي حتى في هذه الدنيا فهو يتواجد، ولو أن يتواجد حتى بشخصه، حتى بشخصه، حتى ببدنه، يستعيد لباسه متى ما شاء. أصلا لو المخالف شوية يتأمل يفهم أنه النبي صلى الله عليه وآله حي وطوال 24 ساعة حي. ليش؟ لأنه ورد عندهم حديث مشهور أنقله لكم ها هنا من سنن أبي داود، رقم الحديث 1748، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. مو هالشكل؟ هسه بالله عليك قل لي على الآن على مدار الكوكب الأرضي، هذا على مدار الأرض تخلو لحظة من أن واحد يقول السلام عليك يا رسول الله ولو في الصلاة؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فإذا يقتضي ذلك أنه طوال 24 ساعة ترد الروح إلى النبي، كل شوية ترد الروح حتى ماذا؟ يرد السلام على من سلم عليه. فإذا النتيجة ما هي؟ النبي حي طوال 24 ساعة، هذه هي النتيجة. يعني إذا أخذنا ولو بمثل هذا الاستدلال البسيط جدا الأمور الأخرى التي ذكرناها، أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام، خطب علي عليه السلام في نهج البلاغة، يموت من مات منا وليس بميت، هاي أشياء بعد فوق طور عقولهم ما يستوعبونه، جيب لهم عن أبي هريرة عن البخاري أمثال هؤلاء يستوعب. فقل له هكذا من ظلامة النبي صلى الله عليه وآله أنه غير معروف القدر في مثل هذه المسائل. لا تدعوا الآخرين يحتجون عليكم، لا تدعوا النصارى يحتجون يقولون إحنا نبينا حي موجود مرفوع، قل له إحنا نبينا اللي حي، إحنا نبينا حي. إذا كان عيسى المسيح عليه السلام حيا وهو في السماء مثلا الرابعة في إحدى السماوات تلك، نبينا صلى الله عليه وآله له أن يخرق السماوات كلها والأراضين كلها، وحي ويستعيد بدنك متى ما شاء ويتكلم مع الناس ويحضر ويشهد وكل شيء يصنع. نبينا أعظم، سيد الأنبياء على الإطلاق. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل منهاجنا.